سوف تتمكنون أي التلاميذ الأعزاء من كتابة لا بروديكسيون كريت أو التعبير الكتابي بشكل جيد إن شاء الله أثناء امتحان الجيرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دليل من قناتكم شكرا من الجزائري الخاص بتحضير امتحان الجهوي على اليوتيوب. إذا سوف نستغل هذه الفرصة لتحضير لا بروديكسيون كريت مع التلاميذ اللي عندهم مستوى شيء ما متوسط أو شيء ما ضعيف للأسف الشديد. إذا نطرقوا واحد حصة جميلة جدا مفيدة للجميع، بخصوص هذه الفئة من التلاميذ الأعزاء اللي تهم عندهم فرصة ذهبية لاجتياز الامتحان الجهوي بخصوص لا بروديكسيون كريت بكل امتياز. عرفوا بأن النقطة ديال الامتحان ديال لا بروديكسيون كريت هو 10/10، وعندكم البرام ديال ليتود دو تكست هو 10/10، المجموع هو 20/20 في الامتحان الجهوي. لكن كيفية تحقيق واحد النقطة مشرفة، مانقولش نقطة ممتازة ولكن نقطة مشرفة في اللغة الفرنسية يكفي. إذا نحاول معكم إن شاء الله لإنجاح هذه الحصة هذه. إذا ما عليكم غير تبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم هذا الفيديو هذا وتكملوا حتى الأخير، باش حيت كاين الجزء الأول وكاين الجزء الثاني، باش ما نتقلش عليكم بيان سيغ في المعلومات وكذلك الوقت ديالكم الثمين. احنا عارفين بأن الوقت ثمين جدا لأنهم تمام مقبلين إن شاء الله على الامتحان الجهوي في شتنبر القادم. إذا أيام قليلة تفصلنا على هذا اليوم الامتحان، إن شاء الله غادي تجيبوا فيه في أحسن الظروف. المهم يكون عندكم إسبري بوزيتيف، يكون عندكم دائما روح إيجابية، وتمام مقبلين على الامتحان الجهوي في الظروف الحالية لا يهم. مهم انك تحقق الفوز على هذا الامتحان الجهوي وتحصل على النقطة ايجابية اللي تشرفك في طول العمر ديالك، بخصوص اللغة الفرنسية، لان النقطة ديال اللغة الفرنسية تضاف مع النقاط الاخرين ان شاء الله، وعندها الكوفيسيون شوية طالع 4، اذا كاين عنده 3 كاين عنده 4، اذا خص شوية الاهتمام بتيبو. اذا اول حاجه غادي تشوفها في الامتحان الجهوي اول يوم اول ساعه اول حصه ديال الامتحان الجهوي اللغه الفرنسيه، سيدي خاص تكون مزيانه باش الامتحان الجهوي يطلع مزيان. دابا نخصص واحد الفيديوهات اخرى بالضبط على كيفيه انجاز الامتحان ديال الفرنسيه من ليتود دو تكست لا بروديكسيون كريت ان شاء الله في حصص الفيديوهات قادمه ان شاء الله. المهم حتى الاخر ديال الشهر ان شاء الله، ونقدم لكم بعض الفيديوهات مهمه هي تكون هي الاخيره في هذا الموسم ديال 2019 2020، باش تجيبوا شي نقاط مزيانه ان شاء الله وتستافدوا من النصائح. اذا باش ما نكثرش عليكم في هذا الفيديو، نقدم لكم غير السوجي وكذلك لانتروداكسيون، كيفيه كتابه لانتروداكسيون والفهم ديال هذا السوجي. نعطيكم غير مثال ديال ان تكست ارغيمونتاتيف. إذن هناك أنواع كثيرة من التكس، التكس أرغيمونتاتيف إحنا في الصدد ديالو، كاين ناراتيف، كاين ديسكريبتيف، كاين ناراتيف ديسكريبتيف، كاين الآخر أن تكس بريسكريبتيف، أنجونكتيف. المهم اللي تهمنا هنا هو كيفية كتابة ان تكس ارغيمونتاتيف تبعا لواحد الاسلوب معين، واحد لو بلون معين، واحد المستوى معين. اذا كاين هناك عدة دي بلون، ذكركم لي بلو يوتيليزي هو بلون سامبل فيه ريكوزيتوار وكاين فيه بلي دواي. اثناء الشرح غنفهمكم هاد المصطلحات، وكاين كذلك بلون ديالكتيك اللي فيه لا تيز لانتي تيز لا سينتيز، في 3 بارتي اسونسييل. هذا بالنسبه للمستوى، بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم مستوى متقدم في اللغه الفرنسيه. كاين كذلك بلون تيماتيك، وكاين بلون اناليتيك، وكاين بلون كونسيسيف الى اخره. اللي تهمنا اكثر هو
لإنجاز العمل، نتبع واحد البلان اللي عندي ما، تنقولوا بالدارجة عندي ما بين قوسين، إذا اللي متمكن منه. إذا نشوفوا دابا السوجي، عندنا هذا on entend souvent dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. هذه تسمى المقدمة ديال هذا السوجي، أطروحة ديال هذا السوجي، ينتاز تقدر تكون متفق معها، تقدر تكون ما متفقش معها، عندك حرية في التعبير. On entend souvent dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Partagez-vous cette opinion. Il y a la problématique qui est. Est-ce que vous partagez-vous cette opinion? Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Il y a des choses qui sont plan simple. Il y a des choses qui sont plus plaidoyer mais là c'est d'avaler de nadarier c'est un plan simple plaidoyer ou les comment tu as fait que je m'aide de rire mais comment tu as fait que je m'aide dire plan simple ou les qui ne réquisitoire mais la contre parce que du barahin ou du mc là et là je suis quand même en train de faire le développement de la vidéo à l'aim inchallah. Alors on entend souvent dire que les hommes sont supérieurs enfin, لان تنسمعهم بزاف من عند الناس مثلا على الرجال اكثر قدره على النساء، واش انت تحترم هذا الراي؟ هذا ماشي تحترم، بيان سور تحترم، واش انت تايد هذا الراي؟ هذا بيان سور الراي تيحترم جميع النواحي، اذا واش تايد هذا الفكره هذه ولا ما تايدش، ولكن تحترم الفكره بصفه عامه. On entend souvent dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Partagez-vous cette opinion. J'ai d'abord un tarot qui fait dire l'introduction. Elle est mohime. J'ai dit. Bada. La hadat. Et pas mal. Il y a un tarot qui dit mentalamide qui fait une jazz l'introduction. Bchekl jayet. Et d'un aïe amel. Je vais dire de l'autre qui consacre. والعمل ديال الكتابه ديال لا بروديسيون كريت تكون صعبه لبعض التلاميذ، خصوصا اللي عندهم ضعف في اللغه الفرنسيه بكل صراحه، عندهم نقص من ناحيه المصطلحات الى اخره، عندهم مشكل كبير في الفرنسيه. المهم هذه كمساعده، نخليكم بقاو حتى الاخر ديال الفيديو باش تمكنوا من لانترودكسيون كيفاش تخدموا الانترودكسيون وطرقوا للديفلوبمون. اذا نعطيكم بعض الوسائل يمكن لكم تستعملوها لتحقيق هذا الهدف، انكم تخلصوا من المشكل ديال الكتابه ديال الانترودكسيون في البدايه ديال العمل ديالكم. يمكن لكم تكتبوا بحال الطريقه دي. On parle souvent du sujet. On parle en ce moment du sujet. Et on parle souvent du sujet ou là on parle en ce moment du sujet. Et dès qu'on a le mot d'or, c'est bon, mais dès qu'on a le mot d'or, je t'y mets à la cabine et bien ou à la cabine à phrase de l'homme. Vous faites là, on parle souvent du sujet social. On parle souvent, on parle en ce moment du sujet social. Et mais on parle souvent, et mais on parle souvent. Du sujet social, ou là on parle en ce moment du sujet social. Mais le bel, c'est bon, le chasse de dire avec le mot d'or, l'équipe fait, non, c'est le mot d'or, c'est le sujet là, du coup. Chasse, voilà, vous devez se croire, c'est le bout, le chasse, j'ai qu'à les mettre. M'quel est comme tu t'es un ob dictionnaire, m'quel est comme tu t'es un ob dictionnaire, m'quel est comme demain comme dictionnaire arabe français, arabe français ou français arabe, mais le mousdawaj, m'smouh. لكن حتى شي واحد اللي يقدر يمنعكم، لان عندكم نقص في اللغه الفرنسيه وتستعينوا بهذيك الديكسيونير اللي كتابه بعض الكلمات الى اخره، ولكن ما تضيعوش فيه الوقت بزاف. اذا بيسو طلبوا من عند الاستاذ ديالكم قبل من الاستعمال ديالو يراقبوا، من بعد يتسلمك لي رفض تماما ما عندكم ديروا، واللي مسموح به راه مسموح به. Alors, on parle souvent du sujet,
on parle en ce moment du sujet. Quel هناك موضوع اجتماعي. On parle souvent du sujet social. On parle en ce moment du sujet social. Les hommes sont-ils séparés aux femmes? On va t'amener au malheur. C'est le موضوع اللي عندنا هنا في هذا المثال. Les hommes sont-ils séparés aux femmes? كما قلت لكم كلكم تلخصوا هذاك الموضوع كنتم تمكنوا من التلخيص ديالو في جمله معينه بحال هذا الشكل هذا يمكن لكم ديروا ما مكتوش تستعينوا بالديكسيونير كما قلت لكم تاخذوا بعض المصطلحات اللي مهمه وتوظفوها اذا هذوك اللي بالاحمر ضروره ما خصكم تكتبوه يا اما اون بارل سوفون دو سوجي قلنا اون بارل اون سو مومون دو سوجي كان هذاك الموضوع الاجتماعي اون بارل سوفون دو سوجي سوسيال اون بارل اون سو مومون دو سوجي سوسيال نتاكد لكم شحال من مره باش تكونوا فاهمين Il est certain que de nombreuses personnes qui pensent que cela est vrai et n'en reste pas moins vrai que d'autres s'opposent totalement et radicalement à cet avis, il reste à savoir qui a raison, qui a tort. Et là, le poids de l'introduction. Il est certain que de nombreuses personnes qui pensent que cela est vrai ماشي ايدو الفكره ولكن كنا حنين ماشي ايدو هادشي كاين غير سبا موان فري كو دوتر سوبوز توتالمون اي راديكالمون سي تافي ريست ا سافوار كي ا ريزون كي ا تور اذا هذا هو اللي مهم في الانترودكسيون مصحح مع دوميغو يقول في المساله هذه كاتبينها مزيان بشكل جيد اوتو ديكتي عندكم مزيان صافا نقلوا هذاك الشيء في ورقه التحرير ديالكم كتبوا قبل ما تكتبوا في ورقه التحرير ماشي تجي مباشره تكتب هادشي في ورقه التحرير كتبوا في البرويون ومن بعد نقول هذيك الورقه التحرير كانت ناقصه هنا كتتذكروا هذه الكلمه كيفاش تكتب الى اخره لخصتوا الموضوع استعنتوا بالديكسيونير بارفوا صافي حطوا الديكسيونير بداو تكتبوا لانتروديكسيون في الورقه التحرير ونهيو المساله ديال الانتروديكسيون ديال فروسكم بان الانتروديكسيون هنتهنيس منها معناه كومام هذيك العقبه ديال كيفاش نبدا تهنيس منها زين اذا كيفاش نبدا داك العمل يعني كيفاش ندير كيفاش ندير كيفاش نبدا هذه نسيني خاصنا غير شي وسيله باش ندفع شي دفعه مثلا ها باش نزيد هي الدفعه هذه الدفعه هذه هي هذه اون بوس ان تي بو بور ديماري لا ماشين من بعد نطلقوا للديفلوبمون بالنسبه للديفلوبمون كاين رايين تيقول لك اسيدي بالنسبه للديفلوبمون بالنسبه للبلان ديالك خاصك تحصل على تيز لونتي تيز لا سانتيز الى اخره وجهه النظر ديالك الى اخره ديال في لا كونكلوزيون هادشي مفروغ منه كاين واحد الوسيله جميله في البلان سيب اكثر اقل صعوبه من بلان ديالكتيك واكثر سهوله هي انك تبدا بالراي ديالك الخاص بك في الديفلوبمون ماشي في الانترودكسيون الانترودكسيون صافي كتبتيها وفينيتيها مزيان دابا خاص تكتب الديفلوبمون خاص يكون عندك براهين ويكون عندك امثله اللي تتواكب هذوك البراهين الى اخره الى اخره الى اخره اذا الديفلوبمون انا بيرسونيلمون جو بونس كو لي زوم لو سون با سوبيريور او فام بيرسونيلمون جو بونس بيرسونيلمون جو بونس شخصيا انا افكر في هذا Personnellement, je pense que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Cela ne signifie pas qu'ils sont moins supérieurs, mais ils sont complémentaires dans la vie. Que veut dire cela? Personnellement, je pense que les gens ne sont pas supérieurs aux femmes. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Alors, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des affirmations. Il y a des affirmations. Les hommes ne sont pas supérieurs. هذا لا يعني انهم يسون موان سوبيريور ولكن متكاملين يسون كومبليمونتير مزيان تستعمل هذا سولا نو سينيفي با كو مي سولا نو سينيفي با كو هذا لا يعني هذا لا يعني سولا نو سينيفي با كو مي تقدر تقولها لو اورالمون تقدر دير هذه المساله هذه اورالمون سولا نو سينيفي با كو معناه بغي نصحح عليك الفكره ديالك اللي كنتي تعتقد بانها صحيحه وهي مخالفه للفكره دي غير مثلا غير قريتي لي زوم نو سون با سوبيريور فام اعتقدتي بان لي زوم سون موان سوبيريور فام فهمتي كيفاش
بغيت نصحح لك الفكره ديالك، انت تتخاطب دابا مع المصحح، ولكن خاص تقاد مزيان. Cela ne signifie pas que sont moins supérieurs. Une fois que tu sais maintenant, les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Tu as dit que les femmes sont moins supérieures. Alors, on va faire le fikri ديالك. Cela ne signifie pas que sont moins supérieurs, mais pourtant, ولكن, ils sont complémentaires dans la vie. Et on va faire. Alors, on va faire le fikri ديالك. أن اليوم les hommes et les femmes sont complémentaires متكاملين حتى واحد ما علم شي فهمتيني انا بغي نوجه انا بغي اي بغي لا نقلها بهذه الفكره ولكن خصك براهين وامثله personnellement je pense que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes cela ne signifie pas qu'ils sont moins supérieurs mais ils sont complémentaires de la vie. Que veut dire cela? إذن سوف نطرق إلى تتمة ديال هذا الفيديو. خديتو بعض النصائح بيان سور، تعلمت كيفاش ديروا الانتروداكسيون، كيفاش تعلمتوا كيفاش تدخلوا هذاك الديفلوبمون. إلى الفيديو القادم الجزء الثاني والأخير سوف نكمل فيه الديفلوبمون ثم لا كونكلوزيون في الأخير. كان معكم يوسف دلال من قناتكم جو كوميونيك تي في للفهم المستعب لمادة الفرنسية وتحضير الامتحان الجهوي المقبل في خاصة التعبير الكتابي أو ما يسمى بالفرنسية لا برودكسيون إكريت.